بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا المقطع راح أعطيكم أفضل الطرق المجربة والعلمية مثبتة علمية evidence based. ما في فتي، فتي لا يوجد، تمام؟ كله evidence based، يعني أنا أضمن لك النتائج إن شاء الله وأنا مجربها. وأزيدك من الشعر بعد، أنا جربت كثير من هذه الطرق قبل ما أعرف إنها مثبتة علميا، جربتها وجدت قد إيش هذه فعالة، ثم بحثت لقيتها علمية أصلا. مو إنه هو شيء علمي رحت طبقته أنا وخلاص مشيت ورا العلم، أنا أصلا شفته فاهم، لمسته، يعني الموضوع حقيقي أنا مجربه فاهم. وأنا حزنان جدا جدا حزنان على الماضي وكيف كنت أذاكر الطريقة الخاطئة، كنت أخذ بدل الطريقة الفعالة هذه تأخذ مني 3 ساعات أخذت 10 ساعات، وسهرت لأني أتأخرت وسحبت على هذا وهذا وجانب الاجتماعي وجانب أهلي ومدري إيش والرياضة مثلا قصرت فيها، كله بسبب ما إني ما أعرف أذاكر صح، طريقة المذاكرة غير صحيحة. وانت احتمال كبير ان ما تعرف تذاكر، ايش رايك؟ لانه انا متاكد ان 90% او اكثر من الطلبه وطلبه الطب ايضا، هذا لا يعني طالب طب يعني تذاكر، اكثر من 90% ما يعرف يذاكر صح. ايش الطريقه الصحيحه؟ ايش الطريقه المعتاده للمذاكره؟ يا ولد قوم ذاكر، يا ولد يا ولد فك كتابك واجلس اقرا، يا ولد ابويا والله ما ابغى اذاكر ابويا. ايش تقول؟ طيب امسح الكتاب، دخل الكتاب هذا في راسك، صلى الله بارك. كم يوم كذا المعلومات هذه طارت، حتى تلاحظ انه في الاختبار النصفي لما كنا في المدرسة، الاختبار النصفي المفروض انه خلاص في النهائي انت بس بتراجع، لكن في النهاية تيجي تطالع المعلومات، معلومات النصفي قبل شوي كنت قاعد ذاكر، ليش؟ لأنك ما تعرف تذاكر، ما تعرف تذاكر، معلومات طارت، كيف تطير في خلال شهرين؟ نعم، نعم. easy come easy go. والعكس صحيح. عكس easy come easy go صحيح. إذا تعبت على المعلومة نوعاً ما، مو تعبت بس خلينا نقول يعني نوعاً ما عانيت في المعلومة. يعني ما جت كذا بالساهل كذا مقطع تيك توك، لاحظ انه كل مقاطع تيك توك حتنساها اصلا. ايزي كم ايزي جو، سكرول كذا معلومه، بعدين يجي واحد يقول لك اوه من جد؟ انت امس شفت المعلومه. لما يكون في شويه معاناه هتلاحظ المعلومه جلست معاك فتره طويله طويله. عمره نيوتن حينسى موضوع التفاحه اللي طاحت هذه؟ ما حينسى، يكون في معاناه. هو طبعا مات يعني، بس تلاقي طول عمره ما نسي الموضوع. طاحت التفاحة، بعدين قاعد يفكر ويبحث وما ادري ايه، وراح وسوى تجارب. هذه المعاناة خلت المعلومة تجلس عنده خلاص فترة طويلة جدا. ما اقول لك عاني زيه، بس شوية فاهم؟ هذا الكلام اللي هقول لك هو بعد شوية. أول شيء لازم يكون عندك عشان تكون طالب علم، عشان تعرف كيف تتعلم، هو يكون عندك الأسس اللي تكلمنا عنها قبل كده. لازم يكون عندك الرؤية ووضع الأهداف، تمام؟ لازم يكون عندك الأساس الديني، لازم يكون عندك دقيقة أساس ديني. إيش دخل الدين هو في العلم؟ أنت سلامات تدخل لي الدين في كل شيء. شوف يعني أنا عارف إنه في علماء ما عندهم دين عندهم علم، بس هذا غير صحيح. أنت كيف تبغى الله يوفقك إذا أنت ملحد؟ وإذا الله ما وفقك في موضوع المذاكرة، ممكن تمشي أمورك اليوم بكرة تطيح على راسك، فاهم كيف؟ وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. هو اللي حيساعدك، هو اللي حيجيب لك طرق للمذاكرة، هو اللي يسهل لك المنهج اللي قد كده يخليه قد كده. المسلمين فازوا على الكفار وهم 100 ضد 1000 أو شيء زي كده، يعني كان تقريبا 100 و1000، 200 مع 2000 ضد 2000، يعني
ايش انت لو دي دحين خليك تتدرب مع شخصين بس ممكن تفك سبرنت وتشرد شخصين بس، ما بالك بكم ضعف. فلما يكون الله معاك الموضوع يصير اسهل كثير، لما تدعو الله فاهم، لما ابوك وامك راضيين عنك، غير لما تيجي تذاكر وانت لحالك قاعد تحفر في 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 في, في الطريق لحالك فاهم. عشان كذا اقول لك اساس ديني، عشان كذا اقول لك اساس ديني. فالاساس الاول ثم الديني ثم الاساس الصحي ثم تبدأ تتعلم كيف تتعلم، بعدين تتعلم، بعدين تتعلم. أما مو تروح تقول أنا بتعلم وأنت ما عندك كل الأشياء هذه، هذا غلط، هذا تعب، هذا ضياع وقت، هذا ضياع جهد وفلوس. نعم كل شيء بيضيع عليك. استثمر شوية من وقتك في هذه الأمور اللي قبل، ولاحظ هذا الشيء اللي أنت مستعجل عليه، لاحظ كيف راح يجيك بكل سهولة وانت مرتاح وانت مبسوط بدون معاناة ان شاء الله. ابغاك تفكر، خذ كم ثانية كذا وقول انا كيف اتعلم بطريقة فعالة، بطريقة يعني تخلي المعلومة لأطول فترة ممكنة، تخلي المعلومة موجودة دائما. لما نجي لما اشرح لاحد او اقول لاحد ما يجلس استنى اتذكر هذه اخذتها في، لا الموضوع يصير سهل كذا وخلاص بيطلع على طول جزء منك. ابغى تسال نفسك هذه الاسئله وحاول تطلع لي كذا طرق من عندك انت، سوي كذا عصف ذهني وطلع معلومات عن هذا الجانب. بقول لكم اول شيء لازم يكون عندك عشان تتعلم بطريقة صحيحة قبل الأسس، أقصد بعد الأسس. لو أنا الآن جيت طلعت منكم واحد عنده شغف في كرة القدم، تمام، يحب كرة القدم، يتنفس كرة القدم، وسألته عن مثلا محمد نور، قلت له إيش مركز محمد نور في الكورة؟ وسط على طول. الحين انا حرفيا محمد نور دوب دخل راسي، ترى ما حضرت لمحمد نور. ايش يلعب؟ وسط. فين الوسط؟ محور ولا لا؟ وسط صانع لعب اكثر شيء. يمكن هذا هو المركز الوحيد اللي يلعب اصلا. طيب وايش يشوت باليمين ولا لا؟ باليمين، شوت باليمين. طيب محمد نور فين لعب محمد نور؟ والله شوف ما لعب الا في الاتحاد. وفي اخر حياته راح للنصر، قبل الاتحاد انا ما اعرف انه كان يلعب لاي فريق اخر. وكان الكابتن وطوله 186 تقريبا ووزنه حوالي 80 تقريبا زي كذا. وفاز بكاس اسيا مرتين وفاز بالدوري عده مرات. جيب اي واحد عنده حب وشرف كبير تجاه اي رياضه هتلاقيه يسمع لك الرياضه هذه. انا مثلا شو سمعت لك محمد نور، لانه محمد نور كان بالنسبه لي قدوه. محمد نور كنت يعني في رابطه كبيره بيني وبينه وبينه وبين الاتحاد ولاعيبه الاتحاد. مثال اخر اعطيكم مثال اخر. في فتره من الفترات تركت الكوره تمام بسبب الطب، فتره كذا كم سنه قعدت وانا تارك الكوره، كثير من سنوات الطب بصراحه. خرجت بعد كده ورجعت للكورة، أطالع مانشستر سيتي فريق رقم واحد الآن، أسماء اللعيبة ما أعرفهم، كنت أعرفهم الحين ولا ما أعرف أحد، وغوارديولا صار مدرب وكلام يعني ما أعرف شيء فاهم. كأنه أنا كأني طالب مع منهج جديد نفس الشيء فاهم. فجاك الفريق مختلف وأنا ماني عارف بصراحة، بس ما في توتر وقلق وزي كذا، وكيف حاعرف الحين ومتى ححفظ اسمه ما همني فاهم. خلاص انا يعني قاعد اتفرج وحبة حبة وببرود كذا وبدون قلق بدون شيء، الا ومع الوقت فترة بسيطة كذا، فترة بسيطة كذا يمكن ماني عارف اسابيع فقط، اسمع لك لستة، اسمع لك اللعيبة اسم اسم، واعرف كثير معلومات عنه، ما اقول لك تفاصيل لكن اعرف كثير معلومات. كيف كذا؟ طب ليه ما اطبق هذا في الطب؟ لما اطبق هذه الطريقه في الطب
احفظ بدون حتى اهتمام، بدون معاناه. معقول؟ نعم معقول، نعم هذا اللي صار معايا. حفظ، اسمع لك الليست الحين، ادرسون على اليمين، واكر واكي او اكانجي، جون ستونز، روبن دياس، رودري، هالاند، جريليش، كلهم اعرفهم. ما كنت اعرف احد، اقول لك ما اعرف احد. هالاند ما كان في وقتها. وزي كذا ترى ناس كثير في مجالاتهم، تجيك واحده بنت تعرف كل حاجه في المكياج والاسماء ومن فين جاء ويستخدم في ايش، ولا تعرف الرقصه الفلانيه، ولا تعرف في اللغات مثلا، او اي شيء من اهتماماتها او من اهتمامات الولد بدون معاناه. لانه توفر عامل جدا مهم في التعليم. للاسف للاسف الشيء هذا اذا مو موجود ما حتتعلم الطب، ما حتتعلم. اذا انت طالب كليه اقتصاد واداره ما حتتعلم الكليه، ما حتتعلم العلوم هذه. ايش العامل هذا؟ العامل والشيء رقم واحد، او بعد الشيء اللي قلت لكم عليه اسس والكلام هذا، الشيء رقم واحد الذي يجب توفره لدى الطالب وطالب الطب ايضا خصوصا وليس ايضا، هو الشغف. باشن، شغف شغف. انت عندك زي ما يقولوا عندك هرجه، انت عندك يعني انتماء او في جاذبيه جذبتك للشيء هذا. طبعا هذا الشيء يجي من يعني من البدايه قلنا، ولذلك كلها مترابطه في بعض. الاساس الاول ايش هو؟ الغايه. انت لما يكون عندك غايه يجيك الشغف. ما في غايه ما في شغف، ما في شغف لابد من توفر الاسباب. ثم يجيك الشغف وتلاقي نفسك ما شاء الله فاهم كل شيء، حافظ كل شيء في هذا الشيء، في الشيء المعين اللي انت قاعد تتعلمه الان، ومنها الطب. الطب انا عارف منهج كبير. معقول شغف؟ انت بتقول لي الحين شغف حيخلينا كل هذا المنهج؟ نص نص ربعه. الاشياء المهمه فقط اللي انت حتستخدمها، ولكن كله حيجي ترى، بس مساله وقت وتنظيم وقت. عارف هتلاقي سبحان الله الشغف هذا خدمك في كل المنهج. ولكن اقول لك يعني حتى لو ما تبغى مثلا، ما انت قادر على انه كله، على الاقل الاشياء المهمه حيفيدك فيها بدون ادنى شك في الموضوع. توفر الشغف، توفرت الهمه، واصبح الطريق سهل. فحاول انك انت تدور، انك انت تجعل الطب شغفك، وتدور على الاسباب اللي تخلي هذا الشيء ممكن. انك انت تحب الطب فعلا، انت تحب الطب، تحب علم الطب، تحب ممارسة الطب. انك انت بس تجيب اسباب ويكون عندك رؤية وعندك اهداف، وتفكر في المستقبل وكيف حكون وكيف وكيف وكيف، وتتبحر في العلم، وتحس انك انت بتتعلم من جد، مو في واحد بيلسعك بعصاية ووراك اختبار ومدري. هنا يجي الشغف فعلا. لكن لما تحس انك انت بتذاكر بس من اجل الدكتور ولا للاختبار ولا لهذا، حين عدم الشغف خلاص، تصبح مبرمج انك انت بس تعدي الاختبار، انك انت ترضي ابوك وامك، ترضي الدكتور. شغف من جوا ما في، لا يوجد رغبة داخلية، كله من الخارج. من عدم الشغف اصبح الانسان يحفظ ما يفهم، كله بعد الاختبار راح. النقطة اللي بعد الشغف نقطة مهمة جدا. من المعروف انه اذا انت تبغى تذاكر تفتح الكتاب وتحاول تنسخ المعلومات في ذاكرتك، صح ولا لا؟ زي ما قلنا الطريقة هذه، كونك تجلس وتتلقى المعلومات وتقرأ تقرأ تقرأ، تتمنى انها تتنسخ في اسرع وقت ممكن، بدون طاقة، بدون حركة، بدون تفاعل، بدون استفهامات في الدماغ، بدون أدنى اهتمام، هذا يسموه التعليم السلبي أو passive learning، درجة
متدنية من طرق التعليم، طريقة من طرق التعليم، طريقة من الطرق انك انت تفتح الاخرى، بس تحت تحت. واذا انت بتسوي كذا قول للمنهج باي باي، حي حي حيساعدك وحتعدي يمكن الاختبار، بس قول له باي باي بعد كذا. وانا اوعدك بالشيء ذا، انه المعلومات حتعاني فيها اشد المعاناة عشان تخلي هذه المعلومات تثبت في الهيبوكامبس حقك، مصدر مكان الذاكرة. طب احنا نعكس الباسيف ليرنينج، احنا نبدا نتفاعل مع هذا المنهج. كيف نتفاعل مع هذا المنهج؟ كيف نتفاعل مع هذا المنهج؟ يعني نتحرك شويتين، نتحرك تجاه هذا المنهج شويتين، نحط أسئلة، يكون عندنا شغف. أوكي الشغف برضو ممكن هنا حيفيدنا. نصل إلى عكس الباسيف ليرنينج، يسموه أكتيف ليرنينج، تمام؟ هو إنك أنت تكون قائد، أنت ما تكون شخص تابع فقط، الكتاب هو اللي يمشيك مكان ما يقول لك روح شوف الصورة، تروح شوف الصورة، يقول لك افتح اكتب في النت كذا وشوف ايش، ولا الدكتور يقول لك تسوي كذا تسوي كذا. انت خليك قائد شويه، اكتف اكتف، يعني شيء جاي منك انت مو منه هو. باسيف لما يجيك وانت بس تقول طيب 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 طيب، بس يدخل من هنا، يدخل من العين، ما ادري، ما في حركه في الدماغ، هذا يسموه باسيف. هذه طريقه سيئه في التعلم. تبغى تصل الى الاكتف، لابد من ايش؟ تطبيق آية تتكرر كثير في القرآن، أفلا يتفكرون، أفلا يتفكرون. تفكر، سبح، تأمل. تفاحة كيف طاعت؟ لابد من جاذبية، ولا في يمكن شيء بيدف من فوق، ولا في شيء بيسحبها أنا ما شفته، ولا بس تفكر وتأمل. هذه هي اللي خلت أيام زمان يجيبوا الاختراعات هذيك. الأيام هذه مو مرة زي زمان. ليش؟ كان في تفكر وتأمل وجلوس تحت الشجر وجلوس على البحر. لا، مين يجلس على البحر الحين؟ مين يجلس تفكر الحين؟ يجي يقول لك حر وما حر وتعب وجيل هش. لكن أول حياة كانت مبنية على هذا الشيء، على التفكر وعلى التأمل وعلى العزلة بعض الشيء، تجلس أما طول الوقت مع الناس وطول الوقت تذاكر ستدي جروب والكلام هذا. فحن ستدي جروب حلو في الإبداع، يجيب نتائج، ولكن برضو لابد يكون عندك وقت مخصص لنفسك، خصوصا الساعات الأولى من الصباح. أول ما تصحى تمسك الجوال، انتهى، قتلت الإبداع، قتلت التأمل والتساؤلات والتفكرات. الجوال أخذ عليك البداية الذهبية هذه، هذا كلام مثبت في علم المخ والأعصاب، وروح أقرأ عنها. ثم تقول أنا ممكن أتأمل بعد الجوال، لا خلاص، إذا أنت قضيتها كده أولها الساعة الذهبية الأولى هذه، انتهى الموضوع، ما في رجعة. نام ثاني وأصحى بعدين يجيب الشعور مرة ثانية، أو الحالة النفسية خلينا نقول مرة ثانية. إذن التأمل والتفكر، يعني تجي تفتح الكتاب، ما شاء الله، علم الأمراض باثولوجي، يعني ترى ما هذا العلم؟ ما هذا العلم يا فتى؟ علم الأمراض، يعني الطب الآن أصبح تخصص، صار فيه علم كده وعلم أمراض وعلم كل. يا ترى ما هو؟ تيجي تفتح مثلا شوية، جاك مثلا جلطة في القلب، مثلا صورة قلب ميت، عضلة ميتة، هذه العضلة سودة، ليه سودة يا ترى؟ ممكن يكون دم متجلط، ولا العضلة نفسها تحولت من أحمر إلى أسود، ولا في مادة صارت جديدة، جال مثلا بكتيريا تجمعت. ليش سودة صارت؟ ليه ما هي حمراء استمرت الحمار؟ ليش شكل القلب زي كذا؟ ليه ما كان مربع؟ عرفت كيف؟ ليه
حجرات القلب بالحجم هذا لما كانت ضعف الحجم مثلا، وبدل ما يكون نبض القلب 60 يكون 30؟ ترى انا قاعد اجيب السؤالات هذه الان، بس قاعد اجيبها. انت عارف انه انا لما طبقت الشيء هذا ترى تعلمت كذا سبحان الله، كذا تعلمته فجاه، ما دخلت وكتبت برين ستورمينج ولا شيء. سبحان الله في سنه سادس طب اتذكر، او حوالي سادس بسبب الاجازه ما قبل السادس كنت بعد لها تمام، وجاتني فكره التاملات والتفكرات هذه الا بسنه سادس في منهج الباطنه والجراحه. والله العظيم كنت اسال الدكاتره اسئله كثير منهم ما يعرفوا يجاوبوا. انا قاعد اسالك في تخصصك اللي انت درسته ما ادري كم سنه وقاعد تمارسه ما ادري كم سنه، قاعد اساله اسئله ما يعرف يجاوب. بعضهم يزعل، بعضهم يتكبر، بعضهم يقول كويس سؤال كويس ما ادري ايش. والله العظيم فجاه جاتني فتره كذا من الفترات اسال اسئله قويه جدا، مع اني ما اقصد اني انا احشر لدكتور، بس سبحان الله بتجي بشكل تلقائي. بتجي بشكل تلقائي ليش؟ لانه التاملات تخليك تدخل في عمق ما كنت تتخيله انت. تدخل في عمق ما كنت تتخيله. ثم لما تجي بعدها بعد التساؤلات هذه والتفكرات، لما تجي تتفكر عن مثلا امراض القلب قبل ما تدرس امراض القلب، او امراض الرئه قبل ما تدرسها، قبل ما تدرس المحاضره تفك وتشوف حتى لو رؤوس اقلام، حتى لو الصور بس تشوفها بفكرك الاولي بدون معلومات من الكتب، بدون معلومات من الدكتور، بس فكر كذا صور رؤوس اقلام وتجلس تفكر، حتلاقي جبت كميه اسئله قويه جدا واسئله كثير جات معاك. ثم بعد ذلك لما الدكتور يجي يعطيك الاجوبه او يجي يعطيك المحاضره، انت قاعد تعبي بس الفراغات، كلها اسئله تم الاجابه عليها. مو زي اول لما يكون ما عندك اسئله وكله باسيف كباسيف، تحس انه المعلومه جات يلا من هنا وطلعت من هنا. لكن لما يكون في اسئله تجي تعبي الفراغ اللي في الدماغ وتثبت معاها. هي هذه وش فائده العصف الذهني البرين ستورمينج هذا؟ ايش الفائده منه؟ لما يكون في برين ستورمينج سيشنز مثلا او جروبس، يسوي لك جروب كذا خمسه اشخاص ومعاهم دكتور، يعطيهم اسئله يسموه العصف الذهني، ويتشاركوا مع بعض كل واحد يعصر دماغه عشان يطلع بالافكار. ايش الفائده من الشيء ده؟ طبعا اعطيك الاجابه وخلاص، لا، هو العصف الذهني هو راس الابداع، هو راس الابداع. هذه دراسات وتجارب وانا مجربها بنفسي. ابداع ليس له مثيل، ابداع وثبات للمعلومه. جرب وهتعرف. بس اترك الباسيف ليرنينج وتحول الى اكتف وبرين ستورمينج وتفكر وتامل وحتشوف. حتى اثناء القراءه انا امارس الشيء هذا، البرين ستورمينج والتامل امارسه اثناء القراءه. اثناء القراءه اجلس اتامل واتفكر في الشيء هذا. البكتيريا مثلا، يا ترى ليش كذا وكذا وكذا؟ ليش عددها كذا؟ ليه بالمليارات؟ ليه ما كانت كذا؟ ليش شكلها دائري مو اسطواني؟ ليه تتحرك؟ ليه ما تكون ثابته؟ مثلا عارف؟ بس اسئله من جد، مو بس تبغى تكثر هرج. وسبحان الله بعدها موضوع مختلف عن المذاكره. هذيك مذاكره ولا شيء، هذيك ما هي مذاكره اصلا. وواحدة من الأشياء أيضاً اللي أنا أسويها، وخصوصاً من آخر فتراتي بالكلية، هي إني أنا أمارس الـ active learning هذا، أو خلينا نقول الـ brainstorming وتذكر المعلومات. يسموها active recall، يعني التذكر الإيجابي. خليني أسألك الحين، كم جبت معدل في ثاني ثانوي؟ إذا أنت ضعيف وما فيك حيل حتروح تفتح الجوال بسرعة وتشوف كم جبت. إذا سألتك المعلومة بعد بكرة ما راح تجيبها. لكن إذا أنا سألتك نفس السؤال كم جبت في ثاني ثانوي، قعدت تفكر يمكن أخذت 10 ثواني عشان أطلع المعلومة، 93. وسألتك بعد أسبوع كم جبت في ثاني ثانوي، هتروح تقول لي 93.
انت فهمت المثل صح؟ فهمت المثال؟ هذا تذكر وهذا ما تذكر، هذا استخدم الجوال في تذكر المعلومة وهذا ما استخدم، هذا active recall هذا passive recall. لما يكون في عندك active وشوية جهد عقلي وتفكر تمام، هذا يثبت المعلومة، هذا ينشئ روابط عصبية جديدة عشان تخزن المعلومة. يقول لك كأنه الدماغ بيقول ترى هذه معلومة أنا عانيت في استحضارها أو تذكرها، بالتالي لازم أسجلها من جديد. بينما الأول ما أحتاج، أنا خلاص يعني ما حس بستريس، ما حس بشيء يهزه عشان هو يعيد تذكر المعلومة أو يعيد تسجيل المعلومة، خلاص موجودة الجوال تمام؟ هذا اسمه active recall. لما أنا إيش كنت أسوي؟ كنت وأنا في السيارة مثلاً أقول مثلاً خلينا نراجع محاضرة مثلاً في فيزيولوجي، خلينا نقول الفيزيولوجي lung function مثلاً lung function خلينا نقول، أو خلينا نقول مثلاً في محاضرة الفيزيولوجي خلينا نقول GIT مثلاً بالتحديد المعدة stomach الستامك فيزيولوجي، يعني أسيد كيف يخرج الأسيد ومثلاً درجة الحمضية خلينا نقول وظائفه تمام. وجلس وأنا ماشي في السيارة بس أحاول أتذكر عن المحاضرة هذه إيش أخذت فيها وكيف، وحتى ممكن كنت بس أتفكر فيها لأن بس أحضرها بالتفكر، معدة يا ترى، وجلس أتساءل وأنا في الطريق بس أقضي الطريق حقي، عرفت؟ هذا أهم من أني أسمع محاضرة مؤخرا، لكن أول كنت بس أسمع باسف 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 ولا يفيد شيء. سبحان الله تعدي الاختبار وخلاص. فإذا بعد ما تفكرت وزي كذا وجهزت الأسئلة ثم تروح مثلا لمحاضرة أنت أخذتها وتحاول تتذكر من المحاضرة كل شيء أنت أخذته، سبحان الله تجد أنك أنت فاكر أشياء كثير. لما تيجي تحفر في دماغك تلاحظ ان في اشياء كثير موجوده، واول ما تذكرها تحس كذا بانجاز، تحس بانك انت تعبت للمعلومه، عارف؟ لما تجيك كذا على السهل ما تحس بشيء، ما تحس بشيء في دماغك، عارف؟ وتروح على طول. فانا هذا اللي كنت امارسه في السياره، هذا اللي انا كنت امارسه لما اسوي حاجه كذا اعتياديه، مثلا رايح مثلا لاي مكان اجلس اسوي الشيء هذا، وسبحان الله كان 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 جدا جدا تاثيره كبير. انا اعطيك مثال اخير في هذه النقطه. كم سنة طلبة المدارس يدرسوا علم الدين سواء فقه أو حديث أو اللي هو، كم سنة؟ يمكن طول سنين المدارس ابتدائي متوسط ثانوي صح، أو نص الابتدائي إلى متطالع. كم سنة بندرس إنجليزي؟ كم سنة قاعدين ندرس إنجليزي؟ طول سنين المدرسة وإحنا بندرس إنجليزي. طيب الآن يا طلبة، كم في المية منكم يعرف إنجليزي؟ أنا ما حسوي لكم اختبار، لو سويت اختبار الأغلب ما حي يعدي الاختبار، ولو عديت ورق ما حتعديه في الكلام وفي الحياة بشكل عام تمام. وكم في المية منكم في الدين نفس الكلام، لكن أنا ما حسوي لكم اختبار، أنا حسألك أنت كم في المية منكم يحس إنه هو متمكن من علم من اللغة الإنجليزية ومن علم الدين؟ هتلاحظ إنه نسبة ضئيلة. طب معقول يا جماعة؟ إحنا دارسين 10 سنين، مدري كم سنة هذه الشيئين، 10 سنين والله ما هي مدة هينة، يعني مو معقول. والخطير إنه إحنا نسوي في الطب دحين نفس الكلام، خطير والله العظيم خطير، أقسم بالله أشوف أطباء كبير في الطب في تخصصه، تسأل في أي شيء ثاني ما يفهم ولا شيء، لأنه طرق تعلمه كانت خاطئة، فبالتالي كل اللي درسوا راح الآن بس باقي تخصصه لأنه هو قاعد يمارس تخصصه. وفي طلبة تخرجوا من كلية الطب أنا أشوفهم ما يعرف شيء في الكلية، كل البيسك ساينس راح وكل الأشياء راحت، بس فقط اللي هو قاعد يسويه الآن الريزيدنت، البرنامج الإقامة اللي هو اللي قاعد يسويه الآن أو التدريب هو اللي فاهم فيه لأنه قاعد يمارسه. طبعا هذه نقطة الممارسة هنتكلم عنها الآن، ولكن أيضا لأنه كان التعليم خاطئ، ليش يروح منك العلم زي كذا بالطريقة هذه؟ نفس الشيء بقول لك الإنجليزي والدين،
يعني هذه عدة مشاكل. أولا ما في شغف، يعني هي أكثر شيء في الشغف بصراحة، موضوع عن الشغف، الدين والإنجليزي وغيرها من الأمور. تدرس 10 سنين بالأخير طلعت بنتيجة صفر. إيش السبب؟ لأنك أنت أصلا ما عندك من الأساس أصلا أهداف، فين بكون في الإنجليزي وفين بكون في الدين وإيش هستفيد بهذا العلم وفين هطبقه، وما عندك شغف، ما في، خلاص أنا بس أعدي الاختبارات وخلاص، ماني حاسس بأهمية الدين هذا وماني حاسس بأهمية الإنجليزي، فما لا يوجد شغف. وإيش اللي كمان مو موجود؟ في عدة أمور، ما في تأملات، ما في تفكرات، passive learning، إيش الدكتور، إيش الأستاذ في المحاضرة، وبعدين ما ترجع تذاكر إلا قبل الاختبار، طريقة سيئة جدا، كيف تتوقع حيثبت معاك هذا المنهج؟ لا الإنجليزي ولا غيره، ما في ممارسة، ما في شغف، ما في، كل هذه الأمور خاطئة، 10 سنين راحت على الفاضي. شوفوا هذا الصفحة هذه من السناب شات حقي في الميموريز أو الذكريات، لما كان عندي بيدياتريكس سنة خامس طب. طبعا البيدياتريكس من الأقسام، كان على وقتي الأقسام الشديدة، مشددين في أشياء كثير، تمام، ما كان شيء سهل. إيش هنا بس عشان أوريكم كذا كيف كانت حياتي في أثناء البيدياتريكس، هل كان كله كتب؟ كل اللي بصوره كتب ودراسة وكذا. هذا كتاب، بس كتاب خلينا نشوف ايش الكتاب هذا. المهم كتب غير طبية، وهذا صاحبي هنا طبعا. هذه مقاضي كنت قاعد اقضي للبيت، تمام. بعدين هذا مكيف كنت قاعد اصلحه، وهذه كنت بسوي نوتيلا طبيعية في البيت، سويت أول مرة في حياتي، يعني جبت البندق وما أدري إيش، وبعدين طلع لي شوكولاتة زي كده وكانت جيدة يعني. وهنا مافينز، سويت مافينز هنا كانت جيدة بصراحة برضو، هذه أعطيتها هدية لشخص. الشوكولاتة مع المافينز هذه أنا سويتها. بعدين هذه شوية طب أطفال هنا. هنا كنت هنا السيلفي ده الفيديو، كنت بأفضفض قلقي لنفسي، لأنه كان عندي زي ما شايفين هنا في بطولة جامدة صراحة، كانت سباحة، فزي كذا يعني. وبعدين ما أدري إيش في هنا، كلام فاضي. هنا مثلا بلعب كورة في عند المسجد مع ولد الإمام. بعدين هنا طبعا البيدياتريكس، اول ما خلصت خلاص عشان كذا اخذت السيلفي هنا مع هذا، شايفينه ده كان الليدر حق الجروب. المهم وكان خلاص خلصت الاختبار ورحت على الرياض زي ما انتم شايفين هنا، كان في بطولة سباحة، وهذا الفطور كان في الفندق. شوف الناس ايش تاكل، بروتين وحمص وشغل عالي، هذاك ما في الا جبنه وراه 200 ظهر و200 فرع، فزي كذا. وهنا طبعا برضو بطوله، هنا جبنا الكاس الحمد لله، وبلاش هنا نوريكم، وهنا ما عليكم من الشكل ده. وهنا طبعا اوه والله قاعد اشرب 7 دايت، والله ترى مره ما اشرب غازيات، غريبه هنا يمكن كانت كذا، بس قاعد اجهز اسوي فيديوهات حقت البيدياتريكس عشان انزلها على اليوتيوب زي كذا. طبعا هنا شوفوا كنت قاعد شغل، يعني كان مره 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 متعب، خصوصا انه ما عندي خبره في ذا الشيء. فهنا طبعا بعد التمرين، كل يوم لازم تمرين ما ادري ايش، الامور مره مره صعبه كانت يعني. فعشان كذا اقول لك إدارة وقت بالتحديد لطالب الطب يحتاج يعني مهارات اعتيادية، مهارات إنسان العادي يحتاجها الطب يمكن ضرب 10، عرفت كيف؟ يمديك تسوي أشياء إذا عندك هذه المهارات. طيب طبعا كلنا درسنا رياضيات، بس أنا طبعا على أيامي مو زي أيامكم، والله أعلم يعني، ماني متأكد، بس طبعا في موضوع الدين أكيد 100%، إحنا كنا ندرس دين مرة كثير مو زيكم،
ولكن في موضوع الرياضيات أنا ماني متأكد، بس إحنا كانت الرياضيات من أول سنة في المدرسة إلى آخر سنة، وكانت هي أهم مادة، وكأنك حتصير عالم، كأنهم بيصنعوا عالم رياضيات. طب أنا ما بكون عالم رياضيات، لا غصبا عنك تكون عالم، كلكم لازم تصيروا علماء في الرياضيات. طب حبيبي، طب علمني إيش الفائدة من الرياضيات. شوف الرياضيات تفيدك كذا، لما تجي كذا. طب حتى المدرس ما هو عارف، حتى مدرس ما هو عارف يقول لك إيش الفائدة من الرياضيات، تمام؟ المهم ندرس 12 سنة الرياضيات وبشكل مكثف جدا، صعب جدا، إلى أن خلاص الرياضيات بيخرج من عيننا. طيب بعدين، طيب المفروض أنك أنت عالم خلاص، يعني خلاص ما ضربوك إلا مصلحتك، أنت هو صرت عالم. والله يا صاحبي المفروض، بس تيجي تسألني في الرياضة أنا ما أعرف شيء، ما أعرف للأسف الشديد، أغلبنا ما نعرف شيء في الرياضيات. مو ما نعرف شيء، نعرف الأشياء، أشياء بسيطة مثلا الحساب، شوية جمع وطرح وضرب وقسمة، الأشياء اللي بنمارسها. لكن الأشياء اللي مثلا الدوال والمثلثات والأضلاع والمحيط والكلام هذا اللي ما احنا قاعدين نمارسه، بس درسناه مرة كثير، طيب بس ما انت قاعد تمارسه، فتجد انه بعد 12 سنة انت كأنك ولا شيء. ياهو 12 سنة وما اعرف شيء؟ نعم، لانك ما انت قاعد تمارس. نفس الشيء الطب، نفس الشيء العلوم، نفس الشيء اي علم اخر، اذا ما انت قاعد تمارس ما له داعي العلم هذا، لابد من الممارسة. ولذلك كلنا ما نعرف رياضيات، ما احنا قاعدين نمارس الرياضيات، غير انه ما في الاشياء اللي تكلمنا عنها في البداية، اللي هو ما في شغف اصلا في لمادة الرياضيات. انا ماني شايف انتماء لهذه المادة، ولا شايف اي جاذبية تجاه هذه المادة، وما في تحديد اهداف في هذه المادة. برضو زي موضوع الدين والانجليزي اللي تكلمنا عنه، برضو هنا المهم اللي هو ما في ربط مع الحياة، ما في ممارسة. طيب انت الان اذا تبغى تتعلم شيء مزبوط، خليني اقول لكم اول شيء مثال، احنا لما كنا في سنة ثاني طب وثالث طب، كذا تجلس في قاعة المحاضرات، يعني تسمع من دكتور لدكتور لدكتور، وترجع البيت كتب وتسمع محاضرات وتشوف محاضرات، وكله يعني نوعا ما ملل. بس وانت اثناء المحاضرة، تمام، وانت اثناء المحاضرة بعض الاحيان كان يجون دكاترة جاي من المستشفى، جاي بالسكرب حق العمليات، او جاي من العيادة، تحسه جاي من ساحة حرب، تحسه هو يعني خلاص فاهم انت، يعني تحسه قاعد يضحك عليك، ايش قاعد تسوي انت، قاعد تقرا طول الوقت وطفشان وقاعد لي في المكان المظلم هذا، وهو جاي من الاكشن هذاك والافلام اللي صايره هناك والحماس، فهمت، تحسه قاعد يضحك عليك، يا عمي ايش الطفش اللي انت فيه هذا. فتيجي تساله اي سؤال او تساله، يعني تساله اسئله، تحسه كذا قاعد يضحك عليك، يا عمي انت مسكين، ايش العلم اللي عندك هذا، انت بعيد يا واد وزي كذا. ليش؟ لأنه هو وصل لمرحلة بعيدة. إيش المرحلة؟ مرحلة الممارسة. الآن هو قاعد يمارس كل شيء، كل شيء في الطب هو قاعد يمارسه، أو في تخصصه خلينا نقول. أي شيء تسأله عنه هو إيش تلقائيا مثلا تقول له دكتور طب ليش هذا المرض المرض هذا كذا؟ يقول لك والله عشان كذا وكذا، على طول المعلومة على طول في مخه، يعرفها، ممارسها، مطبقها، عاش هذه المعلومة، عاشها مع معاناة المرضى، عارفها من البداية للنهاية، عارف أعراضها، تحاليل اللي طلبها، يعني على طول يمكن أتذكر مريض من المرضى لما أنت سألته. فالموضوع بالنسبة له سهل جدا، الموضوع بيخرج من عقله بسهولة.
ولا لكن انت لما اجي اسالك شيء في الطب هتقول لي ما ادري ايش، الا تصدق كاني قرات المعلومه، كل شيء عندك قراءه وجالس لي كذا طول الوقت وما ادري ايش. الممارسه تجعل الطريق اسهل بكثير واسرع بكثير من فقط القراءه. قراءه حقت النيردز هذول، حقت الشخص اللي يعني انت كانسان ما المفروض انك انت فقط تتعلم، انت ما انت ماكينه، ولا حتى الماكينه تمارس. ولكن شوف، انا اتفق انه بعض الاحيان ما يمديك تمارس، ما تقدر تمارس او صعب الممارسه. فايش تسوي في هذه الحاله لما تتعلم اشياء ما تقدر تمارسها؟ انت طبعا تحاول بقدر المستطاع انك انت تمارس، تمام؟ حتى في شيء اسمه فيجواليزيشن او التصور، انك انت تتصور في مخك انك انت بتسوي الشيء. فهذا الشيء برضو كويس، ممكن تشوفه ممكن تقرا عنه. لكن الشيء اللي ممكن تسويه هو الربط مع الحياه، انك انت تربط هذه الامراض او هذه المعلومات اللي انت تعلمتها مع الحياه. انا مثلا ما أتعلم شيء إلا أربطه. أتعلمت اليوم مثلا عن الشجر، أربط الشجر هذا المعلومات هذه عن الشجر اللي مثلا أنا زرعته مثلا. جاتني مثلا أمراض أنا في حياتي، كل هذه الأمراض أنا مسجلها عندي في النوتس، مسجل هذه الأمراض بالتفاصيل، إيش كنت أشتكي من الأعراض، يعني الآلام، درجة الألم، كيف بدأ المرض معايا، كل هذه الأشياء كنت مسجلها، بحيث انه المرض هذا خلاص صار لعبتي. الآلام الظهر اصبحت لعبتي بسبب المعاناه اللي عانيتها من آلام الظهر بسبب الحديد في الماضي، اصبحت نوعا ما لعبتي، يعني خلاص اعرف الموضوع لانه انا ممارسه في نفسي، فانا شايف الموضوع في نفسي، رابطه مع نفسي مو مع مريض. انت لو ربطته مع مريض ما حتنساه، فما بالك لو نفسك. فزي كذا، مو بس ان انا اربط مع نفسي، حتى اربط مع المرضى، مع الناس اللي اعرفهم. واحد طلبني في شيء، طلب مني مساعده، خلاص اربطه. مثلا بنكرياتيتس، انا من الاشياء اللي مره اعرفها في الطب بنكرياتيتس، التهاب البنكرياس، لانه كان في واحد من المرضى كان عنده هذا المرض في، انا كنت في اثناء الجراحه وقعدت معه فتره، يعني كان كرونيك بنكرياتيتس، فكان طويل الموضوع معاه وزي كذا. المهم انه خلاص اعرف البنكرياتيتس ده مره 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 تمام، لانه رابط الموضوع وشايف المريض هذا، يعني اتذكر المريض، فاهم؟ اتذكر الصفاره اللي كان في عينه، وهذه من الاشياء اللي مشهوره في البنكرياتيتس، الجوندس في العين. اتذكر بطنه كيف كانت منتفخه، وهذه من الكومبليكيشنز حقت البنكرياتيتس اللي هي الايش، الاسايتس. اتذكر كيف كان يميل على قدام لما نمشي، ليش يميل على قدام؟ لانه عشان يرتاح البنكرياس، لما يوقف كذا يسبب الم على ضغط على البنكرياس. فكل هذه اتذكرها في صوره، في شكل المريض، في المعاناه اللي كان يعانيها، في الكلام اللي كان يقوله. ولازم تعرف انه انا دحين لما اجي اقول لك مثلا يا محمد روح البقاله وجيب لي مثلا، خلينا نقول ابغاك تجيب لي 3 موزات وتفاحتين وموية وكروسون، حتتذكر؟ ما حتتذكر، ما راح تتذكر الشيء هذا. لكن في طريقة حديثة جدا، مو حديثة جدا، أقصد فعالة جدا وحديثة في التذكر. كيف؟ إنك أنت تتذكر هذا الشيء كصورة وليس ككلام، ما هو موزتين تفاحة مدري، لا، تخيل مثلا قدامك في صورة موزة، وداخل هذه الموزة في تفاحتين، وفي النص في كروسون، وتحت آخر شيء في موية. الصورة هذه هتجلس معاك أكثر من لو أنك أنت حفظت كلام فقط. المخ يحفظ الصور أكثر من الكلام. فنفس الشيء زي كده في المعلومات، تشوف مريض وتشوف الأشياء قدامك، مو زي لما تيجي تقرأها بس حبر على ورق،